السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. نشرة الاخبار نقدمها لكم مباشره من قناه بي ان سبورتس الاخباريه في قطر، والبدايه مع ابرز العناوين. نهائي الارجنتيني الخالص في كاس ليبرتادوريس بتاهل بوكا جونيورز لملاقاه غريمه ريفر بليت اثر تعادله مع بالميراس البرازيلي. مانشستر سيتي الطامح الى مواصله حمله الدفاع على لقبه في كاس الرابطه الانجليزيه يستقبل فولام ضمن ثمن النهائي. السعوديه تتجاوز اليابان حامله اللقب وتبلغ نهائي بطوله اسيا للشباب تحت 19 عاما لتضرب موعدا مع كوريا الجنوبيه المتاهله على حساب قطر. بلغ بوكا جونيورز الارجنتيني نهائي كاس ليبرتادوريس اثر تعادل ايابا مع مستضيفه بالميراس البرازيلي بهدفين لمثلهما، مستفيدا من نتيجه الذهاب التي انتهت لمصلحته بهدفين دون مقابل، يضرب موعدا مع مواطنه ريفر بليت الذي كان قد اقصى فريقا برازيليا اخر هو غريميو. هذا هو بوكا وهذه هي لياليه، عبارة شهيرة تتردد على ألسن جماهير بوكا جونيورز وهي تحل ضيفا على بالميراس البرازيلي في إياب نصف نهائي كأس ليبرتادوريس. بعيدا عن مقعده المعتاد جلس مدرب الفريق الأرجنتيني جويرمو باروس منتظرا افتتاح ليلة بوكا، وقد كانت رامون أبيلا أحرز الهدف الأول في الدقيقة 18 ليخيم الصمت على مدينة ساو باولو حتى نهاية الشوط الأول. عاد بالميراس في المشهد الثاني أكثر رغبة في إدراك التعادل، فكان له ما أراد عند الدقيقة 53 بهدف لوان لتعم الفرحة أرجاء الملعب. فرحة تصاعدت بعد الهدف الثاني لغوستافو غوميز في الدقيقة 61 من علامة الجزاء. أحلام بالميراس في بلوغ النهائي لم تستمر أكثر من 9 دقائق. دانيو بنيديتو أفضل لاعبي بوكا هذا الموسم وصاحب الأهداف الحاسمة قتل أحلام البرازيليين بالهدف الثاني. بوكا جونيورز عبر إلى النهائي والموعد سيكون لأول مرة مع غريمه التقليدي ريفر بليت في مباراتي ذهاب وإياب، وأيا كان الفائز فاللقب بات في حضرة بلاد الأسطورتين مارادونا وميسي. أعتقد أن المباراة كانت متوازنة سواء في الشوط الأول أو الثاني. بالميراس كان على يقين بأنه سيسجل في البداية، لكننا وجهنا له ضربة قاضية بالهدف الأول الذي منحنا الطمأنينة. في الشوط الثاني نجح لاعبوه في إدراك التعادل بل والتقدم علينا. كانوا يهاجمون بشراسة لإحراز مزيد من الأهداف، وهو ما نجحنا في استغلاله عندما أحرزنا الهدف الثاني وحصلنا على مرادنا. كنا نؤدي على ما يرام حتى تلقينا الهدف الأول. بدأنا في التفكير بالعودة. الآن يتعين علينا إحراز 4 أهداف وهو أمر في غاية الصعوبة. عندما سجلنا الهدف الأول وبعده الثانية كان لدينا الحافز لتسجيل الهدف الثالث، لكن ذلك لم يحدث. ارتفعت وتيرة الضغط الهجومي، لكن المنافس كان ذكيا جدا ولديه لاعبون جيدون. ولو سألوني عمن سيكون البطل أقول إنه بوكا. بلغ فلومينينز البرازيلي نصف نهائي كأس أمريكا الجنوبية كوبا سود أمريكانا بعد تخطيه في مونتي فيديو عقبة مضيف ناسيونال بهدف دون مقابل. وبعد الشوط الأول انتهى بتعادل دون أهداف، أفلح الفريق البرازيلي في زيارة الشباك الأوروغوايانية عن طريق لوسيانو نيفيس مطلع الشوط الثاني. وفي الوقت المحتسب بديلا عن الضائع طرد الحكم لاعب ناسيونال ألفونسو إسبينو ليخسر الفريق في ميدانه، نتيجة كانت كافية لبلوغ فلومينينز نصف النهائي بعد أن انتهت مباراة ذهاب في ريو دي جانيرو بالتعادل بهدف لمثله. كما بلغ أتلتيكو بارانينسي المربع الذهبي بعد فوزه على مواطني باهية بركلة الترجيح. بارانينسي الذي فاز في مباراة الذهاب بهدف واحد خارج ميدانه وجد نفسه متأخرا بهدف دوغلاس كرولي في آخر أنفاس الشوط الأول، ولما أخفق في العودة بنتيجة امتدت المباراة إلى ركلة الترجيح حيث تنفس صاحب الأرض السعداء وحسم المباراة ب4 ركلات لواحدة لتأهل لمواجهة فريق برازيلي آخر هو فلومينينسي.
يطمح حامل اللقب مانشستر سيتي إلى مواصلة مشواره في كأس الرابطة الإنجليزية عندما يستقبل الليلة فولم ضمن ثمن النهائي. كتيبة المدرب جوزيف غوارديولا تسعى إلى تكريس تفوقها على فولم في المباراة الأخيرة، حيث حققت الفوز في آخر 6 مباريات مع الفريق اللندني. ويمر فولم بفترة سيئة بالوقت الحالي، فقد خسر في آخر 4 مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز، ما جعله يتراجع لمنطقة الهبوط. كلاوديو رانييري مدرب ليستر سيتي السابق بالعزاء للنادي الإنجليزي بعد أن لقي مالكه حتفه مع 4 أشخاص آخرين، حيث حين هوت مروحيتهم بعيد إقلاعها بجوار ملعب النادي السبت الماضي. المدرب الإيطالي زار نصبا مخصصا للتعازي خارج ملعب الفريق في المدينة الإنجليزية، حيث وضع محبو النادي الورود والرسائل. ومن المقرر أن تنظم جنازة ملك النادي في بلده تايلاند السبت المقبل. سيلعب ليستر يوم السبت أولى مواجهات الدوري الإنجليزي بعد رحيل مالكه أمام مضيفه نادي كارديف سيتي. وقع قائد نيوكاسل يونايتد جمال ليسلز عقدا جديدا طول الأمد يبقيه في سان جيمس بارك حتى يونيو حزيران 2024. ليسلز قاد الماجبايز إلى مركز في النصف الأعلى لترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي بعدما حصل على شارة القيادة خلال موسم 2016-2017 في المشوار الذي توج فيه الفريق بلقب دوري الدرجات الأولى. ابن 24 خاض مع الفريق 112 مباراة وسجل له 8 أهداف.